لا انا بس اذا تسمح لي عندي رساله اريد اوجهها. مستشار الامن القومي العراقي سيد قاسم العرجي، ندري بيك علاقتك قويه بالسفاره السعوديه من زمان، هسه ما ادري صار وياها، ممكن بلا زحمه عليك تتحرك، هذا واحد من ولدك ام كلش مهم يعني تصور للمهم، هسه على الاقل مهم لعائلته ومهم الناس شخصيه عامه، ممكن يا سيد قاسم تتحرك هالمره؟ يا ريت والله سيد قاسم. انت طبعا اشرت اشاره ذكيه جدا، وان كانت يعني صراحه مهمه، انه احنا يجب ان نحمل المسؤوليه للمنظومه الامنيه العراقيه. سيد قاسم العرج ايش قد يتحرك على موضوع اليزابيث؟ ايش قد يتحرك عليها؟ على التكسوف اللي انخطفت؟ احسنت، ايش قد يتحرك على موضوعها؟ تحرك هوايه قضيه؟ هذا الموضوع اليوم او لا، هذا اليوم الموضوع او لعشر مرات او لعشر مرات، نعم عنده علاقه جيده والمفروض يستثمرها بهذه القطاعات. أنا أقول استثمار كل الجهود. شنو اللي يمنعهم لسلامته؟ لا شنو اللي يمنعهم؟ هذا الحاج العراقي، أنت ابن أنت ابن العراق، المفروض إذا صارت لك مشكلة خلال ساعة ساعتين تخلص القصة. أنت ابن العراق.